مددت المفوضية الأوروبية برنامجين لدعم اللاجئين في تركيا حتى عام 2022 عبر المساعدات النقدية المباشرة ودعم تعليم الأطفال. وقالت المفوضية أن الهدف هو مساعدة نحو 1,800,000 لاجئ بالمبالغ المالية الشهرية ومساعدة 700,000 طفل على مواصلة تعليمهم. وأكدت المفوضية بأن احتياجات اللاجئين الإنسانية مستمرة بسبب جائحة كورونا مع التزامها بدعم المحتاجين. يذكر أن البرنامجين اللذين تم تمديدهما هما شبكة الأمان الاجتماعي في حالة الطوارئ والتحويلات النقدية أو التحويلات النقدية المشروطة للتعليم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة هاتاي التركية مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. مرحبا بكم مساء الخير. لو نتحدث أكثر عن هذين البرنامجين وكم سيخدمان من اللاجئين اليوم؟ نعم يا حقيقة، البرنامج الذي أعلنت عنه المفوضية هو يقدم مساعدات لحوالي 1,800,000 لاجئ سوري موجودين في تركيا. أغلب الأسر السورية المحتاجة تعتمد على هذه المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر بشكل شهري أو شبه شهري لهذه العوائل. يضاف عليه أيضا المنح التي قدمها خلال الشهر الماضي والأشهر السابقة، وهي عبارة عن 1,000 ليرة تقدم للعوائل والأسر. هذه المساعدات تعتمد عليها كثيرا الأسر في دفع أجور منازلها، في تأمين الأشهر التي لا تستطيع العمل فيها. هنا أغلب الأسر في الجنوب التركي وباقي المناطق التركية توقفت أعمالها وتضررت، خاصة العمال الذين يعملون في المطاعم والمصانع والشركات. جميع هؤلاء تأثروا بشكل كبير. أسر هؤلاء العوائل تستفيد بشكل كبير من هذه المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر عن طريق المفوضية. طيب ماذا عن البرنامج الخاص بالتعليم، دعم التعليم؟ نعم محمد، البرنامج الخاص بدعم التعليم هو برنامج أيضا يقدم مساعدات شهرية للأسر السورية. يقدم مساعدات لحوالي 700,000 طالب سوري موجودين في تركيا. هذه المساعدات هي مساعدات مالية تستلمها العوائل أيضا عن طريق الهلال الأحمر بشكل شهري خلال أثناء السنة الدراسية بالنسبة للطلاب المسجلين في المدارس الحكومية التركية ولديهم سجلات عند الهلال الأحمر التركي. ذكرت أنه هذه البرامج ستفيد تقريبا 1,800,000 لاجئ سوري في تركيا. كيف ستتم آلية المساعدة لهؤلاء اللاجئين؟ يعني كثير بنسمع اليوم أن اللاجئين الموجودين في تركيا يأخذون معونات من الهلال الأحمر التركي، أما هيك نوع من البرامج هل ستكون أكثر من ذلك؟ نعم يرى، البرنامج الموجود حاليا هو سيقدم دعمه للهلال الأحمر التركي لأنه هو شريك ومتعاون مع الهلال الأحمر التركي. الهلال إذن الأحمر ستكون التركي عبر وسيط وليس مباشرة مع اللاجئين. نعم عبر وسيط. الهلال الأحمر التركي سيقدم هذه المساعدات كما ذكرت سابقا، مساعدات شهرية للأسر التي تنطبق عليها شروط الهلال الأحمر، منها أن لا يكون هناك معيل للأسرة، لا يتجاوز عدد افراد الاسره او لا يوجد في افراد الاسره البالغين، لا يوجد في افراد الاسره عجزة او اصحاب ذوي احتياجات خاصه او كبار سن. هذه الشروط التي تنطبق عليها الاسر السوريه هي التي ستحصل على المساعدات. ايضا المساعدات، لانه سابقا عباده كنا نسمع عن انها جدا شحيحه وقليله، يعني كانت العائله الواحده تقريبا تاخذ الكرت يمكن 300 ليره تركي، ما بعرف اذا ارتفع بعدها، فهل ستكون بنفس هذه القيم القليله ام ستكون هناك ارتفاع، طبعا مراعاه للسوق التركيه اليوم وارتفاع الاسعار وارتفاع الدولار والى ما هنالك. نعم يرى، الارتفاع كان بسيط حوالي 120 ليرة للفرد الواحد من الأسرة. حقيقة أغلب المساعدات لا تكفي بشكل كامل، لكنها يعني تسود شيء من الاحتياجات الموجودة اليوم. كما ذكرت سابقا أن أغلب الأسر اليوم أصبحت بحاجة ماسة لتأمين أجورات المنازل، خاصة أن أجور المنازل هي أكثر الأمور التي تحتاجها الأسر بشكل ثابت وشهري. فهذه المساعدات هي تساعد الأسر على تأمين أجور المنازل. أيضا قسم من الأسر تعتمد على هذه المساعدات في تأمين احتياجاتها الشهرية، إضافة إلى الأعمال التي تقوم بها يعني في حال عادت هذه الأعمال كما السابق. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا من مدينة هاتاي التركية عبادة منصور.